لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. قبل 15 عاما أحيل الرقيب عباس على المعاش بعد خدمة في الجيش امتدت 35 سنة، ومنذ ذلك الحين استقر بشكل دائم في منزل فسيح في ممر يتفرع عن شارع بشقندي محمد في بوسماعيل. وكان الرقيب قد بنى ذلك المنزل سنوات عدة قبل أن يغادر الجيش ليكون سكنا له ولزوجته التي توفيت قبل 2 عامين والتي لم ينجب منها. الذين عرفوه ضابطا في الجيش وشابا لاحظوا كم أثر فيه رحيل رفيقة عمره. حين يكون الجو ملائما كان الرقيب عباس يشاهد وهو يمضي راجلا إلى شاطئ بومعزة، حيث يقضي أوقاتا يتأمل البحر وقد ألقى بصنارته. ما كان يهمه أن يستمتع بالبحر، عدا ذلك فإنه كان يحب الاعتناء بحديقة منزله حيث تنبت أزهار صفراء وحمراء وبيضاء. لم يكن الرقيب عباس يقيم علاقات صداقة مع أي من الجيران، ففي المرات القليلة التي يصادف أحدهم لا يزيد على الإلقاء بالتحية. الذين يعرفون أن الرجل الذي يقترب الآن من 70 كان ضابطا في الجيش إنما علموا ذلك من حورية، المرأة التي كانت تشغل سكن الحارس رفقة زوجها قبل أن يأتي الضابط ليستقر برفقة زوجته في ذلك المنزل الذي لا يميزه شيء عن المنازل المجاورة. اختفت حورية وزوجها من البيت فجأة، وقد تكون عادت إلى باب الواد من حيث جاء بها الرقيب لتتولى الاعتناء بالبيت ويتولى زوجها الحراسة لقاء أجر شهري. كانت حورية في 30 وعلى قدر من الحسن، وكان زوجها الذي تخطى 40 منذ بضع سنين يبدو شاحب الوجه باستمرار وكأن به سقم. يوم اختفت حورية وزوجها من منزل الرقيب لم يسعى أحد ليعرف سبب هذا الرحيل المفاجئ، ولم يكن الأمر يستحق في نظر كثيرين البحث أو السؤال. في كل الأحوال فإن رحيلها عن ذلك البيت إنما كان لاستغناء الضابط المتقاعد عن خدمتها. وسرعان ما نسيت حورية التي طالما استمالت الأعناق وهي تمضي إلى المركز التجاري القريب. كان ذلك قبل 15 سنة أو ما يقرب من ذلك. قد يكون الرقيب المتقاعد نفسه نسي أمر تلك المرأة. حين يحن إلى أصدقائه القدامى من لا زال منهم على قيد الحياة، كان الرقيب عباس يمضي إلى العاصمة، يركب سيارته البيضاء وينطلق. في حي القصبة حيث ولد وترعرع يلتقي أصدقاء الصبا، اليزيد المتقاعد من وزارة الطاقة والعربي الذي عاد إلى القصبة بعد مقام في فرنسا استمر نحو 40 عاما، ويلحق بهم منور الصيدلاني وآخرون يصغرونهم بعقد كامل من الزمن. في كل مرة يتحدثون عن الماضي البعيد وعن الأمس وعن أخبار العائلات التي سكنت ولا تزال تسكن القصبة. وهذا التبدل الذي بدأ يعرفه المجتمع في أواخر عقد الثمانينيات، كان المسنون كل من وجهة نظره يقرؤون ملامح تغيير يتفقون على أنه يزحف على المجتمع. ثم يعود الرقيب المتقاعد كما يفعل في كل مرة إلى منزله هناك في بوسماعيل حيث الحياة أكثر هدوءا. ذات مساء من أبريل من العام 87 قرع جرس باب سكن الرقيب. كان لحظتها في الصالون يتابع نشرة الأخبار. لم يكن معتادا لديه أن يقرع جرس بابه، وخاصة في ذلك الوقت من اليوم. ثم قرع الجرس من جديد. لم يكن أمامه من خيار سوى أن ينهض من مكانه ويخرج. كان الجو باردا. عبر الحديقة ثم فتح الباب. وجد فتاة يبدو عليها الفقر، ملابسها البالية تشي بذلك رغم نظافتها. استوقف بصره أنها تنتعل حذاء صيفيا.
ظل ينظر إليها في صمت، كان يتوقع أن تنطق بما جاء بها، ولكنها ظلت تركز نظرها على وجهه. ماذا تريدين يا فتاة؟ لم ترد وظلت تركز نظرها عليه. بدأ يفقد صبره. قلت لك ماذا تريدين يا فتاة؟ هل أنت صماء؟ ولما أيقن أنها لن ترد هم بإغلاق الباب. في تلك اللحظة نطقت: أنا ابنتك يا سيدي. لما نطقت كلماتها تلك كان قد أغلق الباب. تعلم الفتاة أنه لم يبتعد، فكررت: أنا ابنتك يا سيادة الرقيب عباس، أنا ابنتك التي لم تعرفها. قد يكون خشي أن يتجمع الفضوليون عند بابه، قرر أن يدخل الفتاة. حين سيغلق الباب فإن أي أحد لن يسمع ما سيدور بينهما. وما أن فتح الباب حتى اقتربت منها، كررت مرة ثالثة: أنا ابنتك يا سيدي. أدخلها وأسرع بإغلاق الباب. التفت إليها وقد قطب جبينه: ابنة من أنت؟ صمتت قليلا وهي تنظر إليه بتركيز شديد، ثم قالت: أنا ابنتك يا سيدي. لم يتمالك نفسه وهو يسمعها تكرر أنها ابنته، فصاح بها: أنا لست أبا لأحد، ليس لي أولاد ولا بنات، هل سمعت؟ ظلت تنظر إليه بهدوء، لم تنفعل ولم تبكي كما يبكي الأطفال، تبدو طفلة. صمتها ذاك هزه من الداخل. عاد ليقول وإن بنبرة أقل حدة: قلت لك أنا لست أبا لأحد، وإذا ما تماديت فسأنادي على الشرطة. لم يظهر أثر لتهديده ذاك على محيا الفتاة التي وهي تواصل النظر إليها قالت: أنا ابنتك من حورية. حورية من؟ حورية التي كانت تعمل عندك في البيت، هي وزوجها. أنا لم آتي إليك لأطلب منك شيئا، جئت فقط لأخبرك بأن ابنتك التي لم ترد أن تعرفها أو تعترف بها تعيش متشردة في باب الواد. هذه رسالتي إليك أيها السيد. لحظتها فقط دمعت عيناها، أضافت: دعني أرحل. لم تنتظر أن يفتح الباب، فتحته ودلفت إلى الشارع. تملكه الذهول، ظل واقفا مكانه، ثم لما انتبه إلى أنها ذهبت وقف بالباب ونظر إلى الشارع، رآها تمضي في اتجاه شارع بشقندي. عاد الرقيب المتقاعد إلى مكانه. كانت نشرة الأخبار قد انتهت، واحتل الشاشة شريط وثائقي عن الأمازون. أطفأ التلفزيون وانزوى في مكانه في الصالون. حاول أن يبعد عن تفكيره تلك الفتاة التي طرقت بابه بلا موعد. ها هو يسمع كلماتها التي ترتج بصخب في ذهنه. يتساءل: هل حملت منه حورية في تلك الليلة؟ يتذكر أنها أبلغته بأنها حملت منها. كان حملها في أسابيعه الأولى، ولكنه أنكر. كان لا يريد أن تعلم زوجته بأنه يقيم علاقة ما مع حورية، المرأة المتزوجة. حسب أن السنوات التي مضت محت كل أثر لتلك الليلة، ولكن تلك الفتاة التي لم تقل اسمها جعلت ما حدث في تلك الليلة وكأنه وقع بالأمس. كان يظن وهو يطرد حورية وزوجها وينهي عملهما في بيته أنه أقبر إلى الأبد حمل حورية التي لم تجرؤ على مواجهته. كانت تعلم قوته ونفوذه. لم تعد بعدها إليه لتتوسل إليه، وانقطعت أخبارها. طيلة ليلتين متتاليتين لم يذق الرقيب المتقاعد طعم النوم. كان وهو يحاول أن يتناسى الموضوع بالاعتناء بأزهار حديقته يسمع صوت تلك الفتاة وهي تقول وتكرر بلا كلل ولا ملل: ابنتك التي لم ترد أن تعرفها أو تعترف بها تعيش متشردة في باب الواد. حاول السبعيني الذي يحتفظ بلياقة بدنية لا تخفى
أن يقنع نفسه بأن الفتاة إنما بعث بها من يريد أن يفسد عليه حياته، ثم لا يلبث أن يستحضر قولها إنها ابنته من حرية. قرر أن يمضي في الغد إلى باب الواد ليستقصي أخبار حورية. لم يرى المرأة منذ 15 عاما، لم يكن ليخامره شك في أن ملامحها تغيرت ولو قليلا. يذكر أن تلك الفتاة قالت له إنها تعيش مع أمها حياة التشرد في باب الواد. عليه الآن أن يطوف كل الأماكن التي يتجمع فيها المتشردون أو تلك التي يجوبها الفقراء بحثا عمن يتصدق عليهم. ترجل من سيارته ثم مضى يتجول متفحصا وجوه المتسولات، ولكنه لم يعثر على أثر لمن يبحث عنها، ولا صادف نظره تلك الفتاة التي ظهرت فجأة في حياته. لما سمع الآذان يرفع من مسجد السنة توجه إليه، وبينما كان الوافدون على المسجد يدخلون لمح امرأة تجلس على جانب الباب. لم يتبين ملامحها من حيث كان يقف، فاضطر إلى الاقتراب. وقف على بعد بضعة أمتار وظل ينظر إليها، لعلها لم تنتبه إليه إذ كانت خافضة بصرها. رأى بضعة ممن دخلوا المسجد وقد وضعوا أمامها بعض النقود. تراجع وجلس في مكان غير بعيد. لما دقق النظر إليها بدا له أنها المرأة التي يبحث عنها، ولكنه تساءل: وأين ابنتها؟ تلك التي تزعم أنها ابنته هو. ولما بدأت الصلاة داخل المسجد اقترب منها ثم انحنى عليها. انتبهت إليه فراعها منظره، نهضت مسرعة ولكنه أمسك بها: حورية، أنت حورية، اتركني يا رجل، أنا لا أعرفك. ولكنه ظل ممسكا بها. قال لها إنه يود أن يتحدث إليها، دعاها أن تتبعه دون أن تقوم بما يلفت الانتباه. تقدمها حتى صار بعيدين عن المسجد، توقف عند جدار منزل غير مكتمل البناء ولحقت به. قلت إنك لا تعرفينني، أنا الرقيب عباس. من؟ الرقيب عباس الذي كنت تشتغلين عنده في بوسمعيل، هل نسيت؟ صمتت وصارت تنظر إلى الأرض، بينما واصله: تلك الفتاة التي تقول إنها ابنتي، أأنت من أرسلها؟ لقد جاءت إلى منزلي قبل يومين وقالت إنها ابنتي منك. المرأة التي أغواه جمالها وصارت الآن متسولة انتبه إلى أنها تبكي. أمسكت بطرف ردائها الأسود ومسحت دموعها. نظرت إليه بعينيها المبلولتين ثم قالت له: أما زلت تنكر؟ إنك تعلم جيدا أنها ابنتك. زوجي كان عقيما وبسببك طلقني وصرت متشردة. عادت لتكفكف دموعها ثم واصلت: نعم، أنا من أرسلها إليك. ذاك المساء كنت غير بعيدة أنتظرها. لقد ألحت علي بسؤالها، ولكنك فيما بدا لي يا سيدي ما زلت على إصرارك ورفضك الاعتراف بها. أين هي الآن؟ من؟ ابنتك. ما دمت لا تريد الاعتراف بأبوتك لها، لم تسألني عنها؟ ألم تلاحظ يوم جاءتك أنها بها شبه إليك؟ اسمعيني، لما لم تبعثي بها من قبل؟ لأنها لم تكن قد سألتني عمن يكون أبوها، ويوم سألتني وألحت في السؤال قلت لها إن أباها رجل ذو قدر، وإن الحرمان الذي نعيشه إنما بسبب رفضه الاعتراف بأبوته لها. قالت له إنها حكت لها عن تلك الليلة التي أجبرها على الاستجابة لنزواته. لم ينطق الرقيب المتقاعد بكلمة، حاول أن يضمها إليه ولكنها ابتعدت. أقسم لها بأنه يريد أن يتدارك الأمر، وبأنه على استعداد للاعتراف بأبوته لابنتها التي علم لحظتها فقط أن اسمها نورية.
تواعد على اللقاء بعد يومين. جاءت معها نورية. يومها باشر إعداد الوثائق. تزوج حورية واعترف بأن نورية ابنته، وجاء بهما إلى منزله في بوسماعيل حيث أقام حفلا دعا إليه أصدقاءه الذين كان يلتقيهم في حي القصبة. لم تكن نورية قد ذهبت إلى المدرسة قط، وعليه أن يمكنها من التعلم. سيكتشف الرقيب عباس أن حورية تعاني من عدة أمراض، ويتعين عليه أن يمكنها من العلاج. تطلب الأمر 3 سنين، وما أن كادت الأمور تستقيم حتى فاجأ الموت الرقيب عباس. الذين لم يعلموا بقصة نورية تساءلوا عن الوريث، وكثير منهم باغتهم أن تكون للهالك وريثتان: أرملة اسمها حورية، وابنة اسمها نورية.